عسلامة ومرحبا بكم تلامذة التاسع أساسي في فيديو جديد. اليوم كان عشنا باش نصلحوا مع بعضنا الجزء الثاني متاع النشاط رقم واحد. قبل ما نبدأ في الإصلاح ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتبارتاجيو الشان مع أصحابكم باش تعمل فايدة على الجميع. الجزء الثاني يتمثل في التذكير بالإسقاط المتعامد اللي شفناه في الثامنة أساسي والرسم البياني اللي شفناها في السابعة أساسي. نبدأ في الإصلاح. يمثل الرسم التالي ثلاثة مساقط لحامل الكأس: المسقط الرأسي والمسقط السفلي والمسقط اليساري. نعود نذكركم اللي الصورة هذه تبين حامل الكأس كما تلاحظوا فيه يتكون من ثقبين ذات شطف وثقب نافذ. تذكير هنا دائما في المساقط المسقط الذي يكون في الوسط هو المسقط الرأسي، يعني هذا هو المسقط الرأسي، هذا هو المسقط السفلي. المشاهد يكون من الأسفل ونرسمه فوق المسقط الرأسي، بينما المسقط اليساري اللي هو يكون على اليمين مسقط الرأس. المشاهد يكون على اليسار سينظر من هذه الجهة، يعني سينظر من هذه الجهة. نلاحظ أن هذا الثقب مخفي سيكون بخط متقطع، يعني والثقب ذات ثقبين ذات شطف يكون الأول هنا والثاني هنا، وأيضا تكون بخطوط متقطعة لأنها أشكال مخفية. دونك عرفنا كيفاش باش تكون طريقة رسم الثقب الكبير والثقبين. باش نشوفو توا العمل المطلوب شنو أطلب منا في الأسئلة به. نتعداو هنا وحددوا الرسم المناسب للمسقط اليساري بوضع علامة قطع مقطوع في الخانة المناسبة. نبدأ. الصورة الأولى تبين المسقط اليساري لحامل الكأس، لكن نلاحظ أن هذا الثقب الذي اعتبرناه مخفي مرسوم بخط سميك، وبالتالي هذه إجابة خاطئة. نتعداول للرسم الثاني. لاحظوا اللي الثقب الكبير مخفي وهو في نفس الحالة متاعنا، وأيضا الثقبين هما مخفيين وذات شطف، يعني هذا يعتبر إجابة صحيحة. سنقوم بوضع قاطع مقطوع هنا، بينما الصورة الثالثة تمثل مسقط يساري الثقب مخفي، لكن نلاحظ أن شكل الثقب تغير وأصبح الثقب متغير، وبالتالي تعتبر الإجابة خاطئة. يعني هنا الصورة الثانية هي التي تمثل المسقط اليساري لحمل الكأس. واصلوا هنا. أتمم المساقط الثلاثة للماسكة. دونك أعطينا الرسم الثلاثي للماسكة رقم 8، وطلب منا باش نكملوا رسم المساقط الرأسي واليميني والسفلي. قبل ما نبداو باش نشوفوا الطريقة الصحيحة باش نكملوا رسم بياني للمساقط. إيش باش نعملوا هنا؟ نمشيو للرسم الثلاثي أبعاد، نحاولوا نذكروا الأشكال الموجودة. نلاحظوا قبل كل شيء اللي القطعة متاعنا تتكون من جزء استوانا وجزء منشوري مسطح. نبدأ في تسمية الأشكال. نقول هنا ثقب كبير سأسميه ثقب كبير، وهنا ثقبين ثقب صغير سأسميه ثقب صغير، وهنا لدينا مجرى. هذا شكل هو عبارة على مجرى في شكل V، مجرى
على شكل إيه، ونلاحظ من الجهة اليمنى واليسرى يوجد حز قائمة، سأسميه حز على اليمين وعلى اليسار. لو عرفنا الأشكال الموجودة عندنا شكل 2 3 4 أشكال. ده إيش باش نعملو طول؟ نمشي ونحدو المساقط. قم بتصغير الصورة. ده في الوسط هو المسقط الرأسي، هذا هو المسقط اليمين وهذا المسقط السفلي. ده طب باش ناخذه بالشكل ونحاول نمررهم على جميع المساقط. محددا نبدأ بالمجرى. به المجرى به، عندما يكون المشاهد على هذه الشاهدة ستكون مخفية، وبالتالي سنرسمها بخط متقطع. نقوم بإصلاح الخط وراء خط متقطع. باهي نفس الشكل سنحاول إسقاطه على الوجه السفلي باستعمال المفصلة. ولاحظوا هنا عندما نقوم بالإسقاط نجده أنه قمنا بتصويره. به دونك لهنا كملنا رسم المجرى رسمت، سأقوم بشرحها الآن. نمر الآن إلى الحز. الحز نجدها مصورة ولا مرسومة على المسقط اليميني، المشاهد يكون من هذه الجهة وبالتالي تعتبر مرئية. سأقوم بوضع خط سميك متواصل بما أنها مرئية، وجزئها السفلي أيضا مرئي. سأقوم بإصلاح هذا الخط. وبالتالي نمر الآن قمنا برسم هذا وأسفل الحس. سأحاول الآن رسمها على المسقط السفلي باستعمال المفصل. عندما نقوم بإسقاطها على المفصل نجد أنها تكون على هذا النحو. به ولا ننسى أنها غير مرئية، يعني ستكون بخط متقطع. نعم ستكون بخط متقطع. سأقوم بإصلاح هذا الخط. به والخط الثاني بخط متقطع، وأيضا الأسفل بخط متقطع. به وسأقوم بشطب خط الرسم على المفصل. الآن قم بإكمال رسم الحزة، سأقوم بشطبها الآن. سنذهب الآن إلى رسم الثقب الكبير. الثقب الكبير يوجد على ولا مرسوم على الوجه اليميني. سأقوم برسم محوره بخط مختلط، وأيضا سأقوم عندما ننظر من هذه الجهة يكون مخفي، يعني بخط نرسمه بخط متقطع لأنه مخفي.
الآن سأقوم بإصلاح الخط. وأيضا سأضع محور الاستواء. هذا خط متقطع، والثاني أيضا هو خط متقطع، بينما المحور يقوم بخط مختلط على هذا المحور. هذا المحور خط مختلط. الآن سنمر بإسقاط هذه الاسطوانة الداخلية، يعني الثقب، على المفصل. ننسى أنها مخفية، كي نخسر الكملوت هي تعتبر مخفية. نجري طرفي الاسطوانة كيف ما هكا، ونلاحظوا اللي هنا الاسطوانة والشكل المنشوري هنا متقابلين. يعني عندما سنقوم بالرسم نلاحظ اللي كونه يجي على نفس الخط الآخر، وبالتالي زي باش نرسمه اللي هو نفس الخط به. طيب هنا كملنا، إذا كملنا الثقب الكبير. سأقوم بشطبه على الشكل الثقب الكبير. أطبقنا الآن رسم الأثقاب الصغيرة. لاحظوا اللي الثقب الصغير موجود على المسقط الرأسي. سأقوم برسم محوره، محور الثقب بخط مختلط، خط مختلط سأقوم به. ولا ننسى عندما ننظر من هذه الجهة الثقب مخفي. باش نعمل توا نجي ناخد خط متقطع، عفوا خط متقطع به بالمسطرة والمقوس، تاخدو بالمسطرة والمقوس وتعمل خط متقطع. أنا سأقوم بإصلاح هذا الخط. ده خط متقطع، ونفس الشيء من الأسفل خط متقطع. الآن سأقوم بفسخ الخطوط الزائدة بهذا الشكل، ونفس العملية من الأسفل به. الآن سأقوم بإسقاط هذا الثقب على كلتا الطرفين. لا ننسى وضع محور الثقب بخط مختلط على هذا النحو. وسأقوم الآن بإسقاط هذا الثقب. لا ننسى أنه مخفي على جميع على كامل المسقط، ومن بعد نمشي نفسخ البارتي الزايد نتاع الجزء الزايد. دونك هذي نصلحهم بعض الخط مع بعضنا. من بعد نحاولوا نصلحوا الخط. سأقوم بوضع على كامل المسقط. خط متقطع، حلو الخط متقطع على هذا النحو.
ونفس الشيء خط متقطع ب. والآن سنقوم بفسخ الخطوط الزائدة ب. لا ننسى أن الثقب يبدأ من هذه الجهة إلى هذا السطح، يعني الحدود بتاعها ستكون من هنا إلى هنا، يعني غادي باش نفصل الزيت. باش نعمل طول مش نفصل الزيت، الزيت اللي هو هذا، عفوا هذا ناقص زيت، وهذا يعتبر خط زيت. نفس الشيء هنا، نفس الشيء، وأيضا نفس الشيء. ثم بالكون تحاولوا تنحوا ديما جزيرة سيدة. على بعض نحيو خط زائد، وهذا زائد، وأيضا هذا الخط، وهذا الخط نحاولو نزيدو نصلحو شوية في المدامة ده. ممكن خط زائد، وهذا زائد، هذا زائد، وهذا، وهكذا يكون الرسم صحيح. لكن ملاحظة لهنا ما قمناش بتصوير المحور على هذا المسقط، مش باش نعمل توا. إذا باش ناخد المحور الثقب وسنقوم بإسقاطه بخط مختلط على هذا الوجه. دونك نحيو الزيت هنا ونحاول نصلحو الخط هذا بخط مختلط على هذا المحور. اوكي، اذا نكون كملنا بطريقة صحيحة رسم هذه القطعة، وقمنا بإتمامها على نفس الشيء على جميع المساقط. إذا نتمنى الفيديو يكون واضح للجميع، كما تلاحظوا كملنا جميع المساقط بطريقة صحيحة. ما ننساوش كي نجيو نقدمو رسم نقدموه نظيف، باش ينجم الأستاذ وإلا القارئ بتاع الرسم يفهم شنو رسمنا بطريقة صحيحة. هكذا تشوفوا لهنا رسم نظيف. انتم حاولوا بشوية بشوية باستعمال أدوات الهندسة تعملوه بطريقة صحيحة. نتمنى الفيديو يكون واضح، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة، ونزيدوا ونصلحوا مع بعضنا رسوم تقنية أخرى.